كنتمنى يفوت المنتخب ان شاء الله بشي 2-0 ولا 2-1 ان شاء الله. كتوقعي مالك الحمد لله ولا زياش ولا نصير ان شاء الله في دوزيام ميطو؟ الله يسهل اليوم في غدا ان شاء الله، فانتم ما يخافوش من الخصم. كما دار انتو السعوديه في لعبه مزيان تبارك الله، فهمتي انه كان غرينطا وكان كلشي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ربما 2-0 علاش لا. الله يعاونهم. واني تري كونتون كاي سون كان ميم في لا كوب افريكانيه. شي تري تري كونتونت لان يحمر لنا وجهنا. واللي عاجبني بزاف بان المنتخب المغربي غادي يمشي للمونديال، غادي يدير لا كوب، والجزائريين مسمومين ما مشاوش. المنتخب ديال كرواتيا مع المدرب اللي عندنا الركراكي تنتمنى وتنترجاو في الله عز وجل تكون شي حاجه يعني حسنه، وتنتمنى ولكن حنا تنتمنى غادي نكونوا 1-2 100% المغرب غادي يدير شي 2 وهما يديروا شي 1، لان من الانتصارات ديالهم وداك الشيء. والركراكي راه عزل ما بين الوداد والرجاء، دار واحد لو ميلونج ديال الغيره. صال 0. كنتمنى الله ان الوطن ان الفرقه الوطنيه ديالنا زي تحمر لنا وجهنا، وخصوصا كاين عناصر مهمه في هذه الفرقه، بحال حكيم وياك وشكون اخر والحمد لله وجيش. هاد الناس هادو بغيناهم، يعني الفرقه كلها بغيناها تعطينا. كنتمناو ان شاء الله كما السعوديه فرحات الجمهور ديالها، حنا نفرحوا الجمهور ديالنا ان شاء الله. كنتمناو النتيجه تكون 2-0 للمنتخب المغربي، لانه عنده تركيبه بشريه مزيانه بغض النظر عن التركيبه البشريه ديال كرواتيا. ما نستهنوش بها ديال المنتخب الكرواتي، لانه تا هو عنده لاعبين من العيار الثقيل، ولكن كما كنقولوا بالدارجه ديالنا شرفوا. عندنا حنا دراري باقيين طالعين وفي الديار الاوروبيه، ان شاء الله النتيجه مربوحه. كنتمناو ان شاء الله غدا المباراه بين كرواتيا والمغرب، كنتمناو لهم ان شاء الله الخير، وكنتمناو لهم يرفعوا الرايه المغربيه، وان شاء الله المغاربه راه ديما رافعين راسنا في العالم كله، وكنتمناو لهم مسيره موفقه، وكنتمناو يا ربي يفرحونا ورجعوا لديك الفرحه ديال زمان. وبغينا الكره ان شاء الله تكون من هنا لقدام يكون عندها مستوى عالي ورفعوا رايه المغرب وعاش المغرب. ونتمنى ان شاء الله يفرحونا بشي 3 الاهداف الوالو 0 ضد كرواتيا.